السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي إن شاء الله تعالى مجددا للجواب على التمرين 31 صفحة 40 من الكتاب المدرسي الثالثة إعدادي المحيط في الرياضيات. عطاوني قال لك احسبها بالست أ اللي كتساوي 4 زائد 5 جذر 2 كل أس 2 زائد 2 جذر 2 ناقص 3 عامل 3 جذر 2 زائد 7 كل أس 2. هذه كما كتلاحظوا عندنا هذه وهذه غادي نطبقوا عليهم المستبقة الهامة الأولى، المستبقة الهامة الأولى اللي هي أ أس 2 زائد 2 في أ بي زائد بي أس 2. إذا اللي غادي تعطينا ماذا؟ ها هي المستبقة الهامة، ها هي غنكتبها الفوق، هي أ أس 2 زائد 2 أ بي زائد بي أس 2. هذه اللي غنطبق هنا ونطبقها هنا، شنو غتعطيني؟ أ كتساوي 4 أس 2 زائد 2 في 4 في 5 جذر 2 زائد 5 جذر 2 الكل أس 2 زائد 2 جذر 2 ناقص 3 عامل 3 جذر 2 الكل أس 2 زائد 2 في 3 جذر 2 في 7 زائد 7 أس 2. هذه المستبقة الهامة الأولى اللي طبقت في المربع الأول والمربع الأخير في العملية. إذا تساوي ماذا؟ أ كتساوي 16 زائد 2 لأن 4 أس 2 هي 16، ها 2 في 4 في 5 عندنا سيدي 20 هي 40 جذر 2 زائد 5 أس 2 هي 25 وجذر 2 أس 2 هي 2 زائد 2 جذر 2 ناقص 3 العامل 3 أس 2 هي 9 وجذر 2 أس 2 هي 2 زائد 2 في 3 هي 6 و 6 في 7 هي 42 جذر 2 زائد 7 أس 2 هي 49. لاحظتوا بأن في هذه العملية غير كنحسب، حد طبقت المستبقة الهامة أنا كنحسب. تساوي ماذا؟ أ كتساوي 16، نكمل بلا ما ننزل في الحساب بشوية علينا باش ما نغلطوش، وناخد 25 في 2 هي زائد 50 زائد 2 جذر 2 ناقص 3 عامل 2 في 9 هي 18 طيب خلاص 42 جذر 2 زائد 49 اللي غتعطينا أ كتساوي 16.50 هي 66 زائد 40 جذر 2 16.50 هي 66 40 زائد هنا عندي 2 جذر 2 ناقص 3 عامل 18.49 18.49 هي 67 67 زائد 42 جذر 2 اللي غتعطينا ها كتساوي 66 زائد 40 جذر 2 زائد هنا غنقوم بالنشر ندير النشر لان يعني ما عنديش طريقه من غير النشر نضرب هذه في هذه ثم في هذه ثم نضرب ناقص 3 قلنا نجرب الناقص ديالها نهز ناقص 3 الإشارة ديالها ناقص نضربها هنا بقاش كاين بعض التلامد كاين مكيهزش الناقص ولا كيهزها في الأولى في الثانية مكيهزهاش ثاني هز الإشارة ونشر بها. إذا 2 2 جذر 2 في 67 2 جذر 2 غادي ما نحرقش المراحل غنمشي وحدة وحدة 2 جذر 2 في 42 جذر 2 ثم ناقص في زائد تعطي ناقص هي ناقص ناقص في زائد ناقص 3 في زائد 67 زائد سبقة سبقة الزائد أي عدد راه سبقة الزائد إذا ناقص في زائد تعطي ناقص 3 في 67 ثم ناقص في زائد تعطي ناقص 3 في 42 جذر 2 ثم نرجع نسطر ونحسب الحساب ديالي شوية عليا زائد 40 جذر 2 واخا غنطول شوية المهم هو نفهمو 2 في 67 هي 134 جذر 2 ثم 2 في 42 هي 84 وجذر 2 في جذر 2 هي جذر 2 أس 2 ناقص 3 في 67 هي 201 ناقص 3 في 42 هي ناقص 126 جذر 2 فاش نوصل لهنا نشوف واش كاين شي حاجة ما تحسب نعم كاين عندنا لاحظت هنا هادو اللي نديرو بالخضر فيهم جذور جذر 2 اي تحسبو بوحدو ثم عندي الاعداد الصحيحة هذا وهذا يتحسبو بوحدو ويبقى في الاخير هذا بوحدو نديرو بالكحل. اذا حنا نقومو بالجواب.
إذا اللي بالأحمر 66 ناقص 201، 66 ناقص 201، إذا العدد السالب هو الكبير، إذا النتيجة تخرج بناقص، إذا غندير 201 ناقص 66، إذا 11 ناقص 6 هي 5، 10 ناقص 7 هي 3، و 2 ناقص 1 هي 1، هي 135. ثم اللي بالخضر، اللي بالخضر باش ما نغلطش، باش ما نغلطش، غندير زائد أ، زائد مربع 2، نعمل بها، هادي غنعملو بها، جذر 2، هادي ما زدتهاش معاهم لأن هادي جذر 2 أس 2، راه كاين الفرق ما بين جذر أس 2 جذر، فاش يكون عندو جذر 2 أس 2 وجذر 2، ما يمكنش ماشي بحال بحال. إذا ناقص 40 زائد 134 ناقص 126، ثم تبقى الأسود، الأسود عندنا 84 في جذر 2 هي 84 في 2 هي زائد 84 في 2. إذا النتيجة تعطينا ديال أ شنو هي؟ النتيجة ديال أ، النتيجة ديال أ تعطينا أ تساوي ماذا؟ عندنا ناقص 135 هي زائد، هنا بالنسبة للجذر المربع عندنا 40، 40 زائد 134 ناقص 126 هي 48، هي 48 جذر 2 صباغي بشوية باش متغلطوش في الامتحان، حسبها واخا وحدة وحدة كما درت أنا دابا دابا عطيت العملية، ما يحاولش الإنسان يزيد، ولا كانت قالولكم يسمح باستعمال الآلة الحاسبة حسبها في الآلة الحاسبة. زائد 84 في 2 هي 168، إذا أ كتساوي ماذا؟ عندنا 168 حيدو منها 135 لأن العدد الكبير عنده إشارة موجبة، إذا 168 هي 33، هي 33 زائد 48 جذر 2، بهذا سأكون قد حسبت وبسطت عدد ديالي أ اللي طالبين مني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.